حطني رقم واحد في الهجاصين. اهلا بك يا هجية في فيديو جديد من قهوة تركان وانا بصراحة مش عارف انا فتحت الفيديو ده اقول ايه او فانا هتكلم في ايه او هحلل ايه او هقول ايه. مش عارف اجمع كلامي، مش قادر اتكلم، صوتي مش طالع، مش عارف. في الماتش الوحيد اللي منتخب مصر لعبه بشكل كويس في البطولة للأسف بتتغلب وبتطلع منه، بتطلع بره البطولة خالص، مش مجرد تعادل فبتجيب نقطة بتحاول ترجع في الماتشات التانية وكل الكلام ده. تعادل تطرد منك واحد، تروح ضربات الجزاء، أكتر لاعب عليه الأمال إن هو يعمل لك حاجة المنتخب مصطفى محمد بيضيع في ضربات الجزاء، ما بتوصلش جون الكونغو طول الماتش، ما بتعملش أي محاولات، اللهم في الشوط الأول كورة، في الشوط التاني الوقت الإضافي غير كده أنت ما قدمتش شيء النهارده. النهارده كان شكلك أفضل على المستوى التنظيمي وعلى مستوى التكتيك، كان في كذا فكرة كان بيحاول يعملها روي فيتوريا، ولكن هو خروجنا النهارده أو أدائنا في دور المجموعات كان مؤشر لخروجنا النهارده. أدائنا في دور المجموعات كان مؤشر لخروجنا النهارده. خروجنا النهارده ناس كتير قوي كانت متوقعاه، ولكن ناس كتير قوي كانت متوقعاه ان احنا هنخرج باداء هزيل زي اللي كنا بنقدمه في دور المجموعات، ولكن انت النهارده نوعا ما كان شكلك كويس. في سرحان، في عدم وعي، في عدم تركيز، في لاعبين ما كانوش كويسين، او بصراحه النهارده اللعيبه كلها كانت كويسه. انا مش عارف، حاله صعبه، حالة مش قادر انتقد مين بالظبط، هل اللعيبة، فيتوريا، الإدارة، بس بكل تأكيد اللي يتحمل كل العبث بتاع البطولة دي هو روي فيتوريا. حتى في مباراة النهاردة روي فيتوريا يتحمل جزء كبير، او مش يعني مش جزء كبير، كلها يتحملها روي فيتوريا. قدم بطولة هزلية، قدم بطولة سيئة، قدم بطولة لا تليق بمنتخب مصر. روي فيتوريا قدم بطولة مع منتخب مصر لا تليق بمنتخب مصر. كنا في ايدينا نعمل اداء افضل من كده، كنا في ايدينا نوصل لبعيد، ولكن الاداء والشكل وكل حاجة كانت بتدينا مؤشر ان احنا نخرج. انا واحد من الناس قلبي كان بيقول لي او عقلي كان بيقول لي احنا نخرج من البطولة، من ماتش النهاردة الكونغو خطيرة جدا، الماتش النهارده تخرج من البطوله، ولكن قلبي وعاطفتي كانت بتقول لي لا، مصر لما بتصعد من المجموعات بالعافيه بنعمل اداء رجولي في دور ال 16 وبنصعد دور ال 16 بنكمل دور ال 8 بنكمل في البطوله. قلبي للاسف، عقلي انتصر على قلبي المره دي. للاسف كان في لاعبين يستحقوا ان هم يكملوا في البطوله زي مصطفى محمد، زي عمر مرموش، زي مروان عطيه، محمد هاني، ناس كتير كانت تستحق تكمل في البطوله، كانت تستحق توصل لبعيد في البطوله. النهارده كان منتخب مصر كان فيه كام فكره بس، او انا مش عارف هيفيد بايه اللي انا اقول لك افكار منتخب مصر او افكار روي فيتوريا في ماتش النهارده. روي فيتوريا كان النهارده، انا عايز افهم انت واحد عندك فكر ما كنتش بتطبقه في الماتشات اللي فاتت ليه؟ ليه ما كنتش بتطبقه في الماتشات اللي فاتت؟ ما تعرفش. طب خلاص ما طبقتوش في الماتشات اللي فاتت، طبقته في ماتش النهارده، العب بشكل هجومي، امسك كرة على الكونغو، هاجم الكونغو، اضغط ضغط ضغط عالي، اخنق الكونغو. انت خايف، ولما دخل فيك جول حاولت توصل وجبت التعادل، بعد التعادل انت برضه خايف، انت تحت الكوره، انت رد فعل مش فعل، وانت منتخب مصر المفروض تبقى انت الابر هاند في ماتش النهارده، المفروض انت اللي تبقى تقدر توصل لكل حاجه، انت اللي تضغط الكونغو، انت اللي تحاول مع الكونغو، الكونغو اللي تلعب على التحولات. لكن النهارده الكفه اتقلبت، الكونغو نازله مش خايفه منك، مش قلقانه منك، درستك صح. الماتش الوحيد لروي فيتوريا درس فيه الخصم للاسف بتخرج من البطوله. تقول لي ضربات حظ، ضربات ترجيح، لاعبين قدت ماتش كويس، ولكن خلاص هي ضربات حظ. ولكن يا عزيزي كنا في ايدينا ما نوصلش لضربات الحظ، كنا في ايدينا ننهي الماتش، سواء من الوقت الاضافي، سواء من 90 دقيقه، كان في ايديك تخلص الماتش. ما خلصتش
وقررت ان انت تقهرنا قهر. انا واحد من الناس مقهور، مقهور من خروجنا من البطوله. كنا وارد ناخد البطوله، كنا نقدر نوصل بعيد في البطوله. طريقك المره دي كان اسهل من البطوله اللي فاتت. طريقك المره دي اسهل بكتير، تقابل غينيا وبعد غينيا هتقابل كوت ديفوار او السنغال او يا عالم ممكن تقابل مالي او بوركينا، كل المفاجات وارده. ولكن انت قررت ان انا خلاص مش هعمل حاجه في البطوله، هخرج. طب هل روي فيتوريا هيمشي من المنتخب؟ دي حاجه انا لا اعلمها وما عنديش فكره، هل هيكمل عقده ل 2026 ولا يخرج من البطوله او يخرج من المنتخب؟ مش عارف. انت كمان عندك بطوله جايه في 2025 السنه الجايه او السنه اللي بعدها قبل كاس العالم، يعني قبل كاس العالم عندك بطوله افريقيا تاني. هل برضو هنخش البطوله باداء هزيل واداء سيء ونخرج برضو من البطوله، او نوصل نهائي ونخسرها، او كل الكلام ده؟ معرفش. انا ما عنديش كلام، انا فتحت الفيديو دون بفضفض معاكم، لان انا لو كنت سكت ما كنتش اتكلمت بجد كان هيجرى لي حاجه. المنتخب قهرنا، المنتخب خلى الواحد يبقى متضايق، يبقى حزين، يبقى مش قادر، مش قادر. انا مش قادر. ممكن اكون انا بشجع منتخب مصر اكتر من اي فريق في الدنيا، سواء بقى زمالك او ليفربول او ايا كان. عندي منتخب مصر ليه مكانه كده خاصه في قلبي، في كل جيل تتكسر. طب هل بعد البطوله دي مش هنشجع مصر؟ هنشجع منتخب مصر بنفس الشغف. حاجه ما اضمنهالكش، حاجه ما اقدرش اقولها لك. يعني البطوله الجايه، انا البطوله دي قبل البطوله دي اي حد كنت بكلم معاه، اي حد كنت بقابله بيكلمني في البطوله كنت اقول له هناخد البطوله. احنا تقال السنه دي، احنا السنه دي معانا منتخب كتير تقيل، احنا السنه دي معانا لاعبين كبار، احنا السنه دي جيلنا مميز. عارف اللي يقهر الواحد ايه؟ ان انت في ماتش راس الاخضر وماتش موزمبيق وماتش غانا قدمت مستويات هزيله سيئه، مستويات لا تبشر بالخير، لا تبشر بالخير. عارف لو النهارده جيت في ماتش النهارده قدمت اداء زي اداء راس الاخضر وموزمبيق وغانا وخسرت 2-3، هقول لك كده كده ده مؤشر، يعني كده كده كان ماتشات دور المجموعات مدينا مؤشر ان احنا يحصل معانا كده في دور ال 16. ولكن انت جيت في ماتش النهارده بالذات لعبت برجوله ولعبت ماتش كويس واديت ماتش كويس على المستوى الدفاعي، لكن على المستوى الهجومي انت برضه فردي، برضه فردي، سواء على مستوى زيزو على مستوى تريزيجيه صحيح افتكرت تريزيجيه. انت كمنتخب خلقت لنفسك سوبر صاب في البطوله، لاعب ينزل لك من على الدكه عنده حميه، عنده باور، عنده اداء بيشد الفريق لقدام بيوصلك للجون، وعملها في ماتشين، في ماتش غانا في ماتش راس الاخضر. تقوم مقرر النهارده تقعد مرموش جنبك وتنزل تريزيجيه، اللي يعني انت عارف ان تريزيجيه لما بيبدا الماتش ما بيبقاش كويس، ومرموش لما بينزل من على الدكه ما بيبقاش كويس، فقررت تعملها النهارده. قررت النهارده تعملها. انا شايف واحد شايف مشي روي فيتوريا، انت لسه بدري على كاس العالم ولسه بدري على كاس الامم الجايه، لسه قدامك وقت تقدر تجيب مدرب كويس، مدرب متمرس. انا شايف والله العظيم نقدر نرجع كارلوس كيروش، مشي فيتوريا رجع كيروش، هتشوف منتخب بلاش كيروش. عندك هيربي رينار، هيربي رينار قدامه 7 شهور وعقده ينتهي مع الاتحاد الفرنسي، ممكن تجيب هيربي رينار عادي جدا. مش عارف، انا ما كانش عندي كلام اصلا، انا قلت اطلع اتكلم لان فعلا لما كنتش اتكلمت في الفيديو ده كان هيجرى لي حاجه. وعندنا كلام تاني عن منتخب مصر، عندنا كلام تاني عن ريف فيتوريا، وعندنا كلام تاني عن اللعيبه، ولكن بجد انا مش قادر النهارده اتكلم تاني اكتر من كده. عايز تعمل لايك اعمل، عايز تعمل اشتراك اعمل، مش عايز تعمل ما تعملش. سلام.